الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أحب أيها الإخوة أن أقول لكم قبل أن أبدأ بدرسي، كنت أتوقع في هذه الليلة المطيرة الباردة أن لا أجد في المسجد إلا الإخوة القائمين بشؤون المسجد، ولكني نظرت فوجدت أنني أسأت الظن، ووجدت أن هنالك إخوة يؤثرون الحضور في المجالس التي تقرب إلى الله عز وجل، يؤثرون الحضور فيها على كل شيء، ويغامرون في سبيل ذلك بكل ما يستطيعون من جهد، وربما يضحون في سبيل ذلك بالكثير والكثير من مصالحهم الخاصة. فأنا أولا أهنئ هؤلاء الإخوة الذين سعوا سعيهم هذا في هذا الوقت، كما قلت ليلة مطيرة وباردة، نعم، ولا تدري عند الرجوع كيف تكون الحال. أيضا أهنئهم على هذه المحبة التي هيمنت على قلوبهم، ولا شك أنها محبة صافية للخالق عز وجل. وأسأل الله أن يثيبكم جميعا على هذا الجهد الثواب العظيم الكبير الذي تجدون ثمراته في الدنيا سعادة وأمنا ورخاء، وتجدون ثمراته في العقبة يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لكم بكل خطوة خطوتموها أو ما يعادل الخطوة التي خطوتموها، إن كان في السيارة أو بأي وسيلة، أن يجعل لكم في كل خطوة أجر حج وعمرة، وما ذلك على الله بعزيز. كما أسأل الله عز وجل أن يجعل مثل هذا التوجه، مثل هذا الإقبال الصافي عن الشوائب الهادف إلى التقرب من الله وإلى الإصغاء إلى كتاب الله، أن يجعل ذلك من أهم أسباب الفرج القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. هذا الكلام بداية حديث جديد، لكن الحديث لا يزال عن أهل الكتاب، إلا أنه كلام جديد مختلف عن الكلام السابق الذي كنا بصدد شرحه. يقول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب، يعني في فئة من أهل الكتاب، من للتبعيض، من بعض يعني أهل الكتاب شأنهم أنك إن استأمنته على قنطار يوده إليك. هذا معنى صدر الآية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك. ليس المراد بالقنطار الكمية المحدودة المعروفة بالقنطار، يعني لا، كلمة بقنطار كناية عن الكثرة. يعني بعض أهل الكتاب أمناء شأنهم أنك إن استأمنت الواحد منهم على كمية كبيرة من المال فإنه يكون أمينا عليه ويعيده إليك تماما، نعم، دون أي نقص ودون أي يعني استلاب. فكلمة قنطار طبعا كلمة تؤدي كمية معينة، لكن ليس المراد هنا الكمية المعينة، وإنما المراد هنا الكناية عن الكثرة. نعم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، تستوثقه يعني بقنطار يؤديه إليك. ومنهم من أهل الكتاب، أي يوجد بعض من أهل الكتاب، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. كذلك هنا كلمة دينار ليس المراد بالدينار دينار الواحد، يعني كناية عن الشيء القليل. أولئك مهما كانت كمية المال الذي استودعته لديهم يعيدونه إليك كاملا غير منقوص. وهؤلاء مهما كان المال قليلا الإنسان لا يطمع فيه، ومع ذلك طمعهم يقتضي أن لا يرده إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، إلا إذا كنت دائم الحراسة. كيف إلا ما دمت عليه قائما؟ ليس المراد بالقيام القيام الحقيقي، القيام الحقيقي لا يأتي، شلون بيكون إلا ما دمت عليه قائما؟ يكون قائم عليه يعني ما بيصير. وإنما المراد إلا ما دمت عليه، كلمة قائم من القيومية مأخوذة، من القيوم، تقول هذا فلان قيوم يعني يرعى، يعني إلا ما دمت حارسا تراقبه ليل نهار. إيه نعم، طبعا في هذه الحالة لا يستطيع أن يمارس مكره، لكن إذا نعم غفلت عنه ساعة فلسوف يمارس المكر الذي جبل عليه إلا ما دمت عليه قائما. طيب قبل ما نتمم الآية، من هم المراد بالبعض الأول ومن هم المراد بالبعض الثاني؟ من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ليوده إليك، يعني البعض، ترى من هو هذا البعض؟ بعدين ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، واضح كيف؟ من المراد بهذا البعض الثاني؟ الحقيقة المفسرون ذكروا، لكن ما في داعي لأن ننتظر ما يقوله المفسرون. آخر الآية كشفت الجواب عن هذا السؤال. آخر الآية شوف تقول: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. المراد بالأميين المشركين،
واليهود يسمونهم الأمية الأميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون أكثرهم يعني. وكلمة الأمي نسبة إلى الأم، فالذي لا يقرأ ولا يكتب كأنك تصفه بأنه قد ولد من أمه للتو. كيف لما بيكون أول ما بيولد ما بيعرف شيء؟ بأيان هيك، بأيان مثل يوم ولدته أمه. فكلمة الأمي يعني أنه جاهل، لا بيعرف يكتب ولا بيقرأ ولا بيعرف شيء، فكأنه لا يزال من جهله كاليوم الذي ولد من أمه. فاليهود ينعتون المشركين بالأميين، هاي وحدة كشف البعض منهم. شيء ثاني، من هم الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل؟ يعني ما في حرج علينا، ناخذ لهم مالهم، نسرقهم، نقتلهم، حلال علينا. اليهود هكذا يقولون، لأنهم يعتبرون أن اليهود هم النخبة الذي أحبها الله عز وجل، وما عداهم مرذولون. يجوز لنا يعني لهم أن يأخذوا أموالهم وأن يغتصبوا دورهم وأن يفعلوا بهم ما يشاءون. هدول بجم، هدول ما هن ممن أحبهم الله. واضح كيف؟ إذن خاتمة الآية كشفت من هم الفئة الثانية الذين يقول الله عز وجل عنهم ومنهم من إن تأمنه بدينار يوديه لك، يعني خونة. النموذج نموذج مالي، لكن المراد مطلق الخيانة. يعني كلمة منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني نفسه خسيسة. نعم، حتى الدينار الواحد لا تستطيع أن تأتمنه عليه، أي أنه ليس أمينا مطلقا، فلا تستطيع أن تأتمنه لا على مال ولا على حياة ولا على عهد ولا على شيء نهائيا. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الفريق الثاني هم اليهود بدليل خاتمة الآية. بيبقى الفريق الأول مين؟ النصارى. هكذا تبين الآية وهكذا قال علماء التفسير. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، فهؤلاء هم النصارى. والباري عز وجل في أماكن كثيرة عند يعني المقارنة بين النصارى وبين اليهود، نعم، يثني على النصارى، وسنجد نماذج من ذلك. الآن هذا نموذج من هذا، أي أن النصارى وهم من أهل الكتاب تغلب عليهم الأماني، تغلب عليهم حفظ العهد على النقيض من اليهود. فكأن الباري عز وجل يقول احذروا اليهود واحذروا مكرهم، لأنهم يرون أن الله عز وجل أطلق يدهم بالنسبة لغيرهم أن يفعلوا ما يشاءون، يسرقوا، ينهبوا، يفعلوا كل شيء. نعم، وهذا هو الواقع، هذه شهادة القرآن في حقهم. الواقع هم كذلك منذ أن قال الله عنهم هذا إلى اليوم، وأنتم ترون وتسمعون. يعني ما في أمة من الناس، ما في فئة من الناس، ما في شعب في العالم، نعم، ينتقص حقوق الناس ويزدريهم ويقتنص حقوقهم غير مبال لا بالقوانين ولا بالشرائع ولا بالقيم الأخلاقية مثل اليهود. وبحثت كثيرا ما وجدت نهائيا. نعم، فهؤلاء هم الذين يفعلون ذلك، لا يعني كطبع فقط، لا، بل انطلاقا من قناعاتهم
الدينية وعصبياتهم الدينية، لأنهم يرون أن الله عز وجل اختارهم من بين عباده جميعا وأعطاهم الحق في أن يسلبوا وينهبوا ويقتلوا ويفعلوا ما يشاءون. إذن لماذا يتوقفون؟ نحن عم نلاحظ في كل يوم مستوطنات جديدة تقام على أرض هؤلاء المساكين الذين يهجرون من أراضيهم، والقوانين تلاحقهم أحد سائل، والمؤسسات الدولية مثل هيئة الأمة ومجلس الأمن ومدري شو كلهم بيحكوا أشكال وألوان، حتى لو قالوا أكثر من هيك ما بيردوا على أحد نهائيا. هذه طبيعة ورثوها جيلا عن جيل عن جيل عن جيل منذ أن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان شأنهم. أولا يرون أن الله لن يؤاخذهم لأنهم هم الشعب المدلل المحبوب عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا الحالة مع الزمن تأصلت في نفوسهم، صارت طبيعة عندهم وأصبحت جزء من الميراث يتوارثونه فيما بينهم على هذا الأساس. هذا كلام الباري عز وجل. وفي الوقت ذاته الباري عز وجل يبرئ النصارى من هذه الطبيعة، ليسوا كذلك. طبعا بيلتقى على حالات شاذة من بين المسلمين، بيلتقى مين لديه هذا الطبع، لكن هذه حالات فردية، لا تستطيع أن تقول كل المسلمين هكذا أو كل النصارى هكذا، لكن تستطيع أن تقول اليهود كلهم هكذا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. رد الباري عز وجل على من؟ طبعا مو على الفئة الأولى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك، لا، هؤلاء يعني كلام الله عز وجل عنهم يتضمن الثناء، لكن رد على الفئة الثانية، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا إلى آخر الآية. قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. لاحظوا رد الباري عز وجل، رد الباري عز وجل سكت عن طبيعة اليهود، ما قال إنه هدول مكره، هدول كان كذا 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 إلى آخره، لكن الرد توجه لمين؟ توجه إلى من ينعتهم اليهود بأنهم أميون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هنا توجه الرد، يقول اليهود نحن من حقنا نعمل هيك، لأنه لا عتب علينا فيما نفعله بهؤلاء الأميين، مما كان بس ما يكونوا من اليهود، مو بس المشركين، غير اليهود كلهم ينطبق عليهم هذا الكلام. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، عتاب، ما في مسؤولية، نعمل اللي بدنا. فالباري عز وجل رد على هذا الكلام، هذا الانتقاص لغيرهم، يقول بلى، انتهى الكلام، بلى، رد عليهم. كلمة بلى يعني الأمر ليس كما تقولون. بعدين كلام بيجي مستأنف جديد، من أسلم وجهه لله، من أوفى عهده، بلى من أوفى بعهده واتقى فأولئك فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أولا قال هم يعلمون أنهم كاذبون فيما يقولون، ثم رد عليهم قائلا إذن بلى، انتهت كلمة وبس،
من أوفى بعهده واتقى جملة مستأنفة. من أوفى بعهد الله عز وجل يعني كان مسلما، واتقى أتبع إيمانه بالله عز وجل بالتقوى يعني الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه جهد الاستطاعة بدافع من تعظيم الله ومخافته. نعم بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يحبهم. مو صحيح أن أنتم أحباء الله سبحانه وتعالى وغيركم نعم مكروهون من قبل الله عز وجل، نعم مبغوضون من قبل الله، هذا كلامكم وأنتم تعلمون أنكم تكذبون في هذا. نعم، القرار الذي يعرفه اليهود في سرهم لكنهم لا يقولونه جهرا هو من أوفى بعهد الله فكان مؤمنا بالله عز وجل، لو اتقى نفذ مقتضيات العقد جهد العهد جهد الاستطاعة. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ولو ما كانوا يهود يحب المتقين الباري عز وجل ولا يحب من لم يكن من أهل التقوى. هذا رد إذن على اليهود فيما قالوا. نعم، وسكت الباري عز وجل عن النصارى. ورد أن رجلا من المشركين أودع قدر من المال عند جار له يهودي، بعد فترة دخل هذا المشرك في الإسلام، دخل في الإسلام، جاء بعد فترة بده يسترد ماله، قال له لا مالك عندي شيء، فقال له أنا أعطيتك مبلغ كذا، قال له لا مالك عندي شيء، أنت لما أعطيتني ما كنت مسلم، الآن غيرت دينك إذا أنا من حقي أني ما أتعرف عليك، وما أعطى راحت عليه. واضح كيف؟ هم ماذا يعتقدون؟ أنه مشرك بس متى غير دينه إلى اليهودية ممتاز، إذا غير دينه لغير اليهودية فقد باء بغضب الله عز وجل، ومن حقه بقى هذا اليهودي يأخذ له ماله، من حقه إذا تمكن يقتله، من حقه إذا تمكن أن يفعل به ما يشاء. نعم، الحقيقة أيها الإخوة اليهود هم الفئة الوحيدة في العالم كانوا ولا يزالون الذين لا يرجى منهم أي صلاح ولا يتأمل منهم أي هداية. ألا تروح تعمل دعوة بين النصارى في الغرب، يا سلام ما في أكثر من الفوائد. روح لشوف بين اليهود وحاول أنك تهديهم إلى الله عز وجل، لا يتأتى ذلك. وإن رأيت من في الظاهر دخل الإسلام فاعلم أنه كاذب، يخدعك بهذا ريثما يبتز منك ما يريد، وهذا معروف في التاريخ. نعم، حزب تركيا الفتاة هذا ولد قبل نهاية الخلافة بقليل، واضح كيف؟ بمنطقة اسمها سولانيك. مين أكبر أعدادها؟ اليهود الذين تظاهروا بالدخول في الإسلام، يعني مسلمون بس شو أصلهم؟ يهود. طيب هل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام دخلوا حقيقة؟ لا، خطة نعم كلفوا بها من أجل أن ينفذوا مؤامرتهم على الخلافة آنذاك لك. نعم، ولذلك يسمون باللغة التركية دنما، يعني المرتدون عن اليهودية إلى الإسلام لكنهم كاذبون في ذلك، لذلك قسم كبير منهم رجعوا عندما نفذوا ما يريدون، رجعوا إلى شأنهم. نعم، هذه الحقيقة لا تشذ بشكل من الأشكال، ولذلك سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنبأنا في أكثر من حديث واحد، وهو يحدثنا عن أشراط الساعة ويحدثنا فيما يحدثنا عن الدجال، بيّن لنا أن معظم جنده اليهود، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وطلائع الدجال اليهود الآن موجودون ويتحركون. نعم، وأنا قلت منذ فترة في خطبة أو في درس، يعني قلت في الآن بأمريكا فئة تنمو بسرعة اسمها النصارى المتهودون، النصرانية المتهودة أو النصرانية المتصهينة، هذول أصل النصارى لكن يتهودون، وقد تهودوا فعلا أشرس أنواع اليهود هؤلاء، والآن يسيطرون على الكونغرس. ماذا يصنع هؤلاء؟ هؤلاء يعتبرون أنفسهم طليعة مسيحهم الذي ينتظرونه. من هو مسيحهم؟ الدجال. نعم، وفي بعض ساحات كبيرة في أمريكا لوحات حاطينها ضخمة جدا مكتوب عليها طبعا بالإنجليزي: عندما يعود الملك ذو العين الواحدة إلى العالم، يعني تنبيه للناس، عندما يعود الملك ذو العين الواحدة، هو النبي عليه الصلاة والسلام وصفه فعلا أنه ذو عين واحدة، واضح كيف؟ أعور. نعم، وهم الذين يفعلون ما ترونه الآن، أنا أعلم ذلك، هم الذين سيطروا على الكونغرس، وهم الذين يدفعون أمريكا إلى أن يثيروا عوامل الحروب هنا وهنا وهناك وفي سوريا أكثر من أي مكان آخر، وهم ينفخون في هذه الحرب التي يستوقدونها، ينفخون فيها ويتمنون أن لو تحولت إلى حرب عالمية، لأن لا تتصوروا أنه هن يعني خايفين، لا، لماذا؟ لأنه اللي عم ينفخوا فيها مو هدول إسرائيل فقط، النصارى المتهودون الذين هم في أمريكا الآن، والذين أصبحت لهم نعم فروع في أوروبا، هم الذين يفعلون ذلك، لأنهم يقولون إن المسيح، مسيحهم يعني مو سيدنا عيسى، لا يظهر ويعود إلا في بحر من الدماء، عندما تقوم حروب وعندما تقوم مقتلة عندئذ يأتي ميقاته. لذلك نعم يستعجلوا ظهوره، كيف يستعجلوا ظهوره؟ بالمقتلة وما إلى ذلك. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها ونعلمها. لكن مصيبتنا أنه في من المسلمين لابن الحسن الظن منه فيهم أغبياء وثقافتهم ضحلة، عندهم لابن الحسن الظن فيهم عندهم سذاجة مغفلين وثقافتهم ضعلة، شو بيظنوا؟ بيظنوا أن المسألة مسألة نظام ومسألة تغيير ومسألة تبديل، لك لا، مسألة إشعال فتيل حرب لا تنطفئ، لا تنطفئ، لا، لو انطفئت ولو راح النظام ولو شو ما صار، ما بدهم هيك، بدهم ننتقل من هون لهون لهون حتى يطلع الدجال تبعهم. أنا وفي أناس نعم تتصيدهم الأموال والمنافع، يعلمون ما أعلم. لكن كان بالأمس فقير جيبته فاضية، الآن صار جيبته فيها أموال طائلة ما كان يحلم بها، لذلك الله شو ما صار يصير، هذه مصيبتنا. لكن من يلاحظ الأمور ويعلم شيء من الخلفيات يعلم ما أقوله لكم. نعم، وهذا كلام الله عز وجل. لماذا الحديث مو عن دينار ولا عن قنطار؟ الحديث عن أمانة، ناس عندهم أمانة وناس ما عندهم أمانة، بنوك ما عندهم أمانة مو بس بالمال،
ما عندهم أمانة تجاهك، مستعدين يضحوا بحياتك، مستعدين يضحوا بوجودك، بمالك، بكل شيء في سبيل مصالحهم. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. هل تتصورون أن اليهود غير موجودين الآن ضمن هذول اللي عم يشتغلوا؟ موجودين بإدلب، موجودين الآن اليهود اللي جاي من إسرائيل. نعم، فهم يفعلون ما يخطط لهم من قبل النصرانية المتهودة التي تسيطر اليوم على الكونغرس سيطرة تكاد تكون تامة. نعم، وصدق الله. ثم يقول الباري عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث لا يزال عنهم، عن اليهود: إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا. العهد الذي بينهم وبين الله من أيام بعثة سيدنا موسى وإيمانهم به، أخذ الله عز وجل عليهم العهد. وأنتم تقرؤون قول الله في سورة البقرة: وشرعناها يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. في عهد أنا أخذت عليهم، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هل أوفوا بعهد الله؟ راح سيدنا موسى، لك قبل ما يروح سيدنا موسى، بحياة سيدنا موسى وضعوا العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم وراء ظهورهم. نعم، كيف وراء ظهورهم؟ كما يقول الله عز وجل: اشتروا بهذا العهد ثمنا قليلا، باعوا هذا العهد بشيء من المال، بشيء من المنافع، بشيء من الملاذ، بشيء من أحلامهم الدنيوية ومشتهياتهم وعصبياتهم الخسيسة. نعم، باعوا العهد الذي أخذه الله عليهم مقابل كما يقوله الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله. إذن عهد الله ثمن، قدموا ودفعوا، شو أخذوا؟ بعهد الله وأيمانهم كمان، أي أخذ الله فيما مضى عليهم الأيمان أن يلتزموا بما نزل عليهم وأن يؤدوا حقوق الله سبحانه وتعالى كاملة. نعم، أخذ الله عليهم الإيمان، فعهد وأيمان، باعوا العهد وباعوا الأيمان. هل خيانة؟ توجد خيانة أكبر من هيك؟ بإيش؟ بثمن بخس قليل. والبخس القليل مشتهياتهم، منافعهم، حياتهم، رغد عيشهم. نعم، هذا هو. نعم، هذا هو. نعم، أولئك، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك، هؤلاء مغيرون، هؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق النصيب، لا يوجد أي نصيب لهم من رحمة الله، لا يوجد أي نصيب لهم من يعني ثواب الله أو صفحه أو مغفرته نهائيا. هذا معنى لا خلاق لهم، ليس لهم من نصيب، لا خلاق لهم في الآخرة. بدار الدنيا قد يصلون إلى مشتهياتهم بموجب هذا العقد الذي نفذوه، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. لا يكلمهم الله يعني كلام رحمة، كلام تجل بالمغفرة. وضع كيف؟ يعني أن الباري سبحانه وتعالى يعرض عنه، وإذا أراد فإن الذي يكلمهم بالعقاب الذي قد يواجهون بهم الملائكة.
نعم. أما الله سبحانه وتعالى فلا يكلمهم، إذن لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم يعني في الآخرة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر مغفرة، لا ينظر إليهم نظر صفح يعني يعرض عنهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، التزكية مطلقة من الآن إلى يوم القيامة، التزكية التطهير، الباري عز وجل تركهم لنجاسة قلوبهم ولرجس نفوسهم. نعم. ليش الباري عز وجل يعني يزكي الإنسان الذي يركب رأسه في الاستكبار يعاند الحق وهو يعلم الحق كما قال؟ نعم. سؤال، وهم يعلمون. نعم. ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون. الباري عز وجل ينتقم منهم، من مظاهر انتقام الدنيوي أنه يتركه لنفسه السيئة الخبيثة المليئة بالرعونات والأهواء. هي تزكية الباري للنفس مظهر من مظاهر رحمة الله وفضله، لكن الله يدع هؤلاء لما ركبت عليه نفوسهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والواقع هكذا. هل أنت عندما ترى أي يهودي تجد في سحنته مظهر طبعه، وتجد في تعامله مصداق كلام الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل نعم حكيم، وأخباره عنهم من أجل المعجزات الدالة على أن القرآن كلام الله. من كلام الباري عز وجل عنهم قوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ما قال كلما أرادوا أن يوقدوا، لا، قال كلما أوقدوا يعني بيوقدوا والنار بتشتعل بتصير، بس ما بيصلوا للغاية القصوى التي يريدون يطفئها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها، ويسعون في الأرض فسادا، هذا هو شأنهم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. والواقع أنه إذا قرأنا تاريخ اليهود من بعد القرآن نجد أنهم في كل عصر باري ببعث لهم مين يذيقهم ألوان العذاب. وأنا ذكرت لكم من درسين في الأندلس، نعم، مملكة القوط، القوط كانت هي المهيمنة على أجزاء كثيرة من الأندلس، كانوا اليهود مسحوقين بشكل عجيب وغريب جدا جدا. راح ذلك العهد، رجعت فئات أخرى أيضا أوروبية، نعم، سحقوهم أكثر وأكثر. ناس يقولوا طيب شحن هلأ قاعدين مبسوطين؟ لا مو مبسوطين، لا والله ما هن مبسوطين، والبلاء يستمر، نعم، يتهددهم آلا وينزل بهم آلا. هل هن العادين مطمئنين؟ لا مو مطمئنين بشكل من الأشكال. ولسوف تجدون أن الباري عز وجل في كل حين يرسل إليهم غاشية من العذاب تجعل فئات كثيرة يهجوا يروحوا إلى آخره. من فترة أنتم شفتوا شو صار لما كم صاروخ نزلوا بإسرائيل، قسم كبير منهم رأسا ما صبروا، نعم، طلعوا، نعم. وعلماؤهم أحبارهم يعني كثيرون منهم يحذرون، يقولون لك لا تجتمعوا، لك هون المكان اللي بتكون تنسحقوا فيه بعدين، هذا المكان الذي تلتقون فيه هو المكان الذي ستخبرون فيه الآيات والأحاديث، مو بس القرآن، توراتهم تقول هذا وكل شيء. إذن كلام ربي سبحانه وتعالى دقيق، لكن أين هم الذين يعتبرون؟ خسئ من يمد يده إلى لا سيما في هذا الوقت إلى إسرائيل، خسئ.
ولا أعلم مسلما صادقا في إسلامه، صادق في إسلامه، يرعى حق دينه، يمد يده إلى إنسان يهودي خصوصا إذا كان رجل دين ليصافحه، هذا كذاب في إسلامه. طبعا في دار الدنيا يعامل على أساس أنه مسلم، لكنه عند الله ليس بمسلم بشكل من الأشكال. نعم. طيب، إذن هذا هو التهديد الذي يتجه إلى بني إسرائيل بالذات. كم تهديد؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم. هل ما قال ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة؟ قال ولا ينظر إليهم يوم القيامة، بعدين ولا يزكيهم مطلقة، يعني من هلا ليوم القيامة، في دار الدنيا ويوم القيامة لا يزكيهم، نفوسهم قذرة. نعم، دائما. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا هو التهديد الخطير، نتيجته لهم عذاب أليم. ثم يزيد الأمر بيانا وجلاء فيقول وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. شوف كلمة يلوون ألسنتهم بالكتاب. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا يزال الحديث عن اليهود. نعم. فأول الآية تصوير لحالتهم، يعني مشان حتى يوهمك انه عم يقرا التوراة بيقراها وهو باسلوب معين ديني، يعني عم بنغم وبيتمطمط بلسانه، بيلوي لسانه وهو عم يقراه، بيتفصح هيك بشكل يعني متكلف فيه. هي معنات وان منهم لفريقا يلوون من اللي، يعني بيتكلفوا. نعم، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوهم من الكتاب، عشان تقول لعلك هدول عم يقروا شغلة كبيرة، يعني شغلة من عند الله، شوف شلون عم يقروا. نعم، لتحسبوهم من الكتاب. بعدين قال وما هو من الكتاب، ديروا بالكم هدول من عندهم جايبينه. نعم، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، بالمناسبات انه هذا من كلام من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم، يعني يقولون الكذب ينسبونه إلى من؟ إلى الله. إن بيكذبوا وبيقولوا هذا كلام رب العالمين، بيحكوا أحكام أمور بدها تصير أو صارت وينسبونها إلى الله، والباري بريء من هذا. ويقولون على الله الكذب، يعني ينسبون أكاذيب إلى الله، والله عز وجل ما قال ذلك نهائيا. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دائما شوف كلمة وهم يعلمون بيكررها حتى نفرق بين الجاهل وبين العالم، هي مهم. يعني كثير من الناس بيظنوا أنه متى كان واحد كافر هذا معذب على طول. كافر نوعين، كافر معذور بكفره لأنه يا أخي جاهل، ومو بس جاهل، لا يتأتى له أن يتعلم، ما صح له يتعلم، منه حاول ما أدري. هذا الباري عز وجل بيرحمه بيغفر له. أما الكافر الثاني أحد رجلين، كافر ويعلم أنه كاذب فيما يقول، يعلم أن الحق ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لعصبيته، لعناده، لمصالحه، لاستكباره، نعم، ينكر ذلك. أو جاهل تأتى له أن يتعلم ولكنه أعرض. قال له الأخي تعالى نحن نشرح لك. قال له دخيلك ما بدي هالشرح، ما بدي.
هذان هما اللذان يتهددهما عقاب الله سبحانه وتعالى. طيب نتابع بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حبك له، اللهم صل على سيدنا محمد عدد حبه لك، اللهم صل على سيدنا محمد عدد حبنا له، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم قد بسطنا إليك أكف الرجاء وأكف الافتقار وأكف البؤس يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن لا تردها خائبة، نسألك اللهم أن تتجلى علينا وقد بسطنا أكفنا إليك تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي استجابة. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، أعد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا، ونسألك يا رب بدموع الأمهات الثكالى، بدموع الأمهات اللائي فقدنا أولادهم فقدنا أزواجهم، نسألك بأنين عبادك الذين بضعوا وقطعت أوصالهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعبادك الذين هجروا من بيوتهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوبنا لهم، برحمتك نتحرق اليوم عليهم، برحمتك يتحرق الآباء على أولادهم والأمهات على أولادهم والأزواج على أزواجهم. نسألك يا رب بهذه الرحمة التي أودعتها في قلوبنا، ونسألك برحماتك التي أعددتها لعبادك يوم القيامة إلا استجبت دعاءنا. فرج اللهم عنا فرجا قريبا يليق بكرمك وجودك، أبدل اللهم شدتنا هذه رخاء، أبدل اللهم عسرنا هذا يسرا يا رب العالمين. أسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه يا رب العالمين، أن لا تخيبنا في أمالنا، وأن لا ترد كفنا صفرا خائبة، حاشاك أن تفعل ذلك يا الله. ونسألك اللهم أن تكرمنا بالاستجابة عاجلا لا آجلا يا رب العالمين، فقد عيل صبرنا وأنت تعلم ذلك، نحن ضعفاء يا رب العالمين. نسألك بضعفنا وعجزنا أن تسرع باستجابة دعائنا وأن تعجل تحقيق رجائنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.